السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيوتنا، إن شاء الله تكونوا كلكم بخير أنتم والأهل والعصافير نتاعكم. تحياتنا إليكم جميعا، الناس الطيبين، الناس الشرفاء، المربيين المحترمين اللي يعرفوا قيمة الهواية. إن شاء الله تكون لنا إفادة معكم خيوتنا، ونقدم لكم كل حاجة علمية ومعلومات إن شاء الله ترجع بميزان، ترجع في ميزان الحسنات إن شاء الله مع ربي سبحانه، لأنه هذا هو الأساس وهذا هو الهم الوحيد نتاعنا كمربيين، أنه نستفيدوا من بعضنا البعض. المربي اللي تعود عنده تجربة يعني إناعتها الخوف، وإحنا نستفيدوا من بعضنا البعض. خاوتنا الأعزاء، ندخل في صلب الموضوع، البذور خاوتي اللي يشريها بعض المربيين يعني المبتدئين، خاصة الفئة المبتدئة اللي ما تعرفش مقبلة على هذه الهواية. خاوتنا هذه هواية ممتازة وجميلة ومتنفس بالنسبة لبعض المربيين وبالنسبة لبعض الناس. يعني هنا الإنسان اللبيب من الإشارة يفهم. خاوتي الأعزاء، الناس يعني اللي مقبلة على تربية العصافير، كي تروحوا تشريوا إخواني الأعزاء البذور لازم تراقبوها خاوتي الأعزاء، وتشريوا من مكان موثوق. راني ديما نهدر ونوصي خاوتي، الناس اللي مقبلة على هذه الهواية لازم يسقسي ويستشير الناس اللي عندها خبرة أكثر منه، يستشير الناس اللي عندها خبرة ومتواضعة، وتكون يعني تعرف كيفاش تفهم المربين المبتدئين. ماناش نزكيو في رواحنا ونقولوا احنا علماء، احنا بسطاء كيفنا كيف ايها الناس. خاوتي الاعزاء، البذور يعني كي يروح مربي مسكين جديد ما يعرفش يشري بذور اخواني الاعزاء كما اي نوع من انواع. ما احنا ما نهضروش على شركه من الشركات، هي يعني كاينه شروط التخزين، كاينه امور ياسر ياسر، وهذه امور يعني تؤدي الى الهلاك نتاع العصفور كي تقدم له بذور خامجه تجيب الكوكسيديا، تجيب السالمونيلا، تجيب يعني التهاب الامعاء، تجيب يعني عده امراض اخواني الاعزاء. منها خوتي الاعزاء كما ذكرنا سابقا انه مربي مثلا يروح يشري بذور كيما هذه، يعني كما ذكرنا سابقا انه يشري بسعر هكا خوتي 60000 ولا 55000 على حسب كل محل وكيفاش يبيع. يروح المربي مسكين للدار اخواني الاعزاء، واش يدير؟ يحل البذور يمدها للعصفور نتاعو ويلقاها اخواني بهذه الطريقه الكارثيه. شوفوا خوتي، ها هاني بالصوت والصوره معكم، ها خوتي يلقاها خوتي الاعزاء، شوفوا كيفاش مسوسه. شوفوا خوتي الاعزاء، شوف كيفاش، شوفوا خوتي، شوف كيفاش مسوسه اكرمكم الله. راهي فيها واحد الريحه لا تطاق اخواني الاعزاء، حتى الحشرات راهي فيها الداخل، راهي كانت الحشرات قاعده تدور. شوفوا خوتي الاعزاء كيفاش راهي غامله. تخيل اخي المربي انت تروح تقدم هذا البذور يعني المتعفنه اكرمك الله للعصافير نتاعك، وانت ما عندكش خبره نهائيا، ومن بعد يبداو الامراض اخواني. والله يا خوتي رائحه لا تطاق، يعني سبحان الله العظيم. ودرك نعطي لكم الفرق ما بين هذه البذور خوتي، هاي شوفوا يعني علاش خوتي الاعزاء انا ساعه ساعه نقول راه كاين التحايل تاع التجار، راني ما نتلاحش على الناس ولا نهضر هكاك من راسي، راه ربي شاهد على كلامي اني نحب الهوايه هذه ونحب نرتقي بها في الجزائر، وان شاء الله يكون عندنا مربيين يعني عالميين ويكونوا شرفاء ونزهاء ويحبوا بعضهم البعض وما يحبوش مصالح يعني نتاع انفسهم على مصالح يعني نتاع الوطن. احنا ماذا بينا خوتي الاعزاء نحبوا بعضنا ونكونوا اخوه في هذا المجال، وما تكونش بيناتنا يعني الضغناء، وما تكونش بيناتنا يعني التشاحن على شكل زوز ريشات. خوتي الاعزاء احنا قادرين نموتوا قبل هذا العصافير، راهو يعني خوتي الاعزاء قاعدين نشوفوا وقاعدين نلاحظوا. اخواني يشوفوا هذيك البذور يعني اعرفوا من عند من تشريوا. خوتي راني نهضر بالبيان ونهضر بالدليل، مانيش قاعد نتلح على الناس ولا الله لا يجعلني سبة اني نقطع رزق الناس. شوفوا خوتي الاعزاء، شوفوا هذيك البذور، يا هل ترى اخي المربي تقدر تقدم هذه البذور يعني العصفور نتاعك؟ شوف سبحان الله العظيم، شوف شوف واحد الريحه خوتي الاعزاء، واحد الريحه الله يعني الله الله المستعان لا تطاق. راهي حتى الحشرات راهي الداخل، يعني حتى الحشرات راهي الداخل خوتي الاعزاء. شوف هذيك البذور كيفاش، شوف خوتي يعني لو كان يعني نخلط مليح درك تشوفوا كيفاش يعني والله يعني هذا الشيء عيب كبير. شاف خير، شاف هذيك البذور كيفاش، شاف شاف حالها كيفاش، شاف يعني والله يا راني قاعد نعتلكم بالصوت والصوره. شوفوا خير لو كنت ترجعوا يعني لعدة يعني درت ليش من بث مباشر وهضرت على التحايل تاع التجار، راني ما نهضرش من راسي خوتي الاعزاء. شوفوا كيفاه، يعني اسمحوا لنا لكن طولنا عليكم في الفيديو اخواني، يعني واحد الريحه لا تطاق. شوفوا خوتي الاعزاء الفرق ما بينها وما بين حاجه كي تعود جديده. يعني درك نعتلكم هنا خوتي بالصوت والصوره، راني يعني حكمتوني على غفله، رايح فقط ندير الباتي للعصافير نتاعي الحمد لله. شوفوا خوتي هنا الفرق كيفاش، شوف 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 كيفاش، شوف شوف خوتي هنا الفرق باين وواضح. شوف شوف هذه نظيفه بنسبه 1000%، شوف كيفاش حتى الريحه فيها ريحه طيبه، شوف كيفاه. وهذه اخواني الاعزاء ها الفرق هنا كيفاه واضح من روح الشمس، شوف 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 كيفاش غامله هذه، واضح خوتي الاعزاء. حنا رانا ماذا بينا نفيدوك، ماهي مسوسه اصلا، راهي مسوسه وما يعني بورتون لاداك نتاعها راهي بعيده خوتي. شوف لاداك نتاعها كيفاه، راهي مازالت فيها يعني بالنسبه للناس اللي عندها عصافير راهي تكفيهم وتوفيهم. شوف قداش نشر مازال فيها، ولكن للاسف
راي كاين البعض من التجار لا علاقه ما تعرفش كيفاش تحافظ على شروط التخزين الى غير ذلك. اخواني الاعزاء ماذا بينا اخوتي الاعزاء تستفيدوا معنا ونفيدكم بكل حاجه طيبه وبكل حاجه يعني ممتازه وقيمه ان شاء الله. تحياتي اخواني اليكم جميعا، اسمحوا لنا لكن طولنا عليكم في هذا البث في هذا الفيديو عفوا. احنا رانا ماذا بينا يعني نقدم لكم كل حاجه تفيدكم وترجع لكم بالافاده. الهم الوحيد نتاعنا هو انه نرتقي بالمستوى نتاع المربي الجزائري خوتي الاعزاء. ما يهمنا حتى شيء، ما يهمنا والو، يهمنا انه نكونوا نظاف في المجال تاع تربيه العصافير ونستمتعوا بالهوايه نتاعنا. خوتي لكم مني كل التقدير والاحترام، مرحبا بالناس يعني الطيبين الشرفاء اللي يحبوا يتمتعوا بهذه الهوايه. احنا رانا هنا في الخدمه نتاعكم، ما يهمنا والو، يهمنا انه نفيدوكم ونستفيدوا معاكم بتبادل المعلومات. تحياتي اخواني اليكم جميعا، ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وتكونوا في صحه جيده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم اخوكم نور اخواني الاعزاء، ان شاء الله في فيديو قادم.